هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحوت، كان مشاعر الحبيب نوية وإلى ما ستؤول علاقتكما. كذلك راح أحكي بالموازاة عن مشاعرك أنت ونويك، وراح أحكي عن العزاب، عن العزاب، وهل في قدوم شخص جديد بحياتكم. يعني كما عودتكم أنه هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وإذا حسيتوا أن القراءة لا تنطبق عليكم حاولوا تسمعوا لبرج تاني، حاولوا تشوفوا البرج الشمسي أو القمري أو الطالع. أنا لأنه أنا بنوي على 3 أبراج. أوكي، كيف يعني ما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب لقناتي، تحطوا لي كومنت، بتمنى أن تدعموني وشكرا لكم. اوكي، طاقتك يا برج الحوت كانوا عم تنتظر انه يرسل لك انسان من برج الاسد او برج ناري، انه يحكي معك، انه يبعث لك مسج. اوقات انت بتتفائل يا برج الحوت على انه العلاقة يعني هذا الانسان رح يعود لك، بس اوقات عم تجي ببالك اوهام وافكار سلبية. اوكي، هيدا اللي بتطلع عندي بطاقة برج الحوت، خاصة شريكك يا برج الحوت عم شوفه بحالة وبوقت عم يحاول انه ما يهتم فيك، بحاول انه ما يراقبك، انه ما يحكي معك، بس مش قادر. يعني بحاول انه يوازن انه يكون انسان يهتم لك كتير اشياء بالحياة، هذا الإنسان لا يستطيع الموازنة، لا يستطيع أنه ما يفكر فيك، أنه ما يهتم فيك، عم يراقبك وبشدة. وممكن كذلك على أنه بحس أنه أنت شخص، أو أدرك على أنه أنت شخص قيم بحياته. هذا الإنسان بيضل يفكر فيك في تفكير عميق وكتير قوي، يعني لحبيب برج الحوت. أنا عم شوفك يا برج الحوت عم تفكر بهذا الإنسان كذلك، بدك إنه ترجع لبعض، وخاصة عم شوف على إنه هذه العلاقة يعني تستمر، إنه كل مرة تتزعلوا مع بعض وترجعوا لبعض، هذه العلاقة في سيرورة دائمة بهذا الشكل. أوكي، بس عم شوف انه بدك ترجع هذه العلاقة، في نية رجوع، في حب كتير قوي من قلبك يا برج الحوت، متعلق بهذا الانسان كتير وبتحبه كتير. كذلك هو بحس كأنه تعرض لصدمة هذا الانسان، كذلك ينتظر مسج منك، حكاية منك، انه تحكوا معه، انه تحكي معه، بدو انه ترجع الامور الى مجاريها. اوكي، بس بحسوا انه تعرض لصدمة، شيء حصل بهذه العلاقة، انصدم هذا الانسان، كتير مكسور هذا الانسان بهذا الوقت الحالي. اوكي، عم شوف الأشياء اللي ما بتحبها فيه، أنه بيخليك لحالك، ما بيهتم فيك، ما عم يفكر فيك، بتحس أنه أنت شخص مش من أولوياته. أوكي، الطاقة اللي عم تطلع عندي برج الميزان، عم يطلع عندي كذلك برج الثور، برج الجدي، وكل الأبراج، يعني تقريبا بيطلع عندي الأبراج النارية الهوائية والمائية حتى الترابية، كل الأبراج بتطلع بهذه القراءة. عم نشوف على انه انت يعني مليت انه هذا الانسان تنتظره كتير، مليت انه هذا الشخص يتركك ويهتم للوضع العملي اكثر، مليت من هذه الشخصية وهذا هذه الطباع. اوكي، عم شوفه كذلك، او الاشياء اللي بتحبها فيه لهذا الانسان، بالرغم من كل هذه الاشياء هذا الانسان بضل يكون معك،
بضل ينتظرك بالرغم من انه بتبتعدوا عن بعض بترجعوا لبعض. هيدي الطاقة اللي بتطلع عندي لانه انا مش محس انه هذا الانسان من برج ناري او برج مائي. هالانسان بحبك وبحبك بالصدق بالرغم من انه ببين انه ما بحبك، او ايه بتحسه خاصة يهتم للعمل، يهتم للعائلة، يهتم لكثير من الاشياء، بس هذا الانسان عم يحبك وحبه كتير صادق. اشياء اللي ما بحبها فيك ممكن انت اوقات بحس انه تبالغ انه بالطريق اللي بدك انه يحكي معك فيها. اوكي، بحسك انه شخص تبالغ، انه تبعت له مسجات كتير، تحكي معه كتير، اوقات عم تزعجه، اوقات انا محس هذا الانسان كتير بيشتغل او عمله ما عطيه فرصة يحكي معك كتير، وانت كشخص عم تزعجه كل مرة بتحكي معه مسجات تقول له ليش ما بتسأل عني، ليش ما بتحكي معي. وهو هذا الانسان بينزعج من هذه الطريقة. عم شوف كذلك على انه بيشوف فيك انت شخص متسامح، شخص فيك نوع من الرحمة وفيك نوع من المسامحة الكتير قوية. اوكي، بحسك على انه انت بالرغم من بيكون في كتير مشاكل انت وياه، في كتير صراعات، بس انت قلبك مسامح وقلب جميل. اوكي، الاشياء اللي عم تنويها مع هذا الانسان، عم شوف انه عم تنوي انه ترجعوا لبعض، ايه، لانه عم شوف في تعلق قوي 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 كتير. يعني اذا بتعد عن هذا الانسان عم تنجرح، عم تتعب كتير، لهيك انت بتبعت له مسجات كتير، بتحكي معه كتير، ولهيك هو ينزعج، بحس حاله انه هذا الوضع يزعجه. ممكن يكون كذلك برج الحمل، خاصة بتطلع لي برج الحمل كتير وبرج الاسد، ممكن كذلك حتى يكون حوت. هذا الانسان بحبك بالرغم من انه ببين انه كتير شوي قاسي او كتير جاف بالعلاقة، بس هذا الانسان يحمل بقلبي كتير من المشاعر، بده يرجع لهذا العلاقة بالرغم من انه ببين لك انه مخاصمك ما عم يحكي معك. اوكي، الى ما ستقول هالعلاقة ومستقبل العلاقة نشوف فيه حب كبير. اوكي، هذا الحب سيحاول ان يرجع العلاقة بينكما بالرغم من انه تعرضت لخيانة او تعرض، وخاصة هو بحس حاله تعرض للخيانة او نوع من الصدمة بحياته، بس انه الحب رح يخليكم ترجعوا لبعض. هذه العلاقة نشوفها جميلة جدا بالرغم من اختلاف الشخصيات، اختلاف يعني الافكار. اما للناس اللي بينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم، للعزاب، اوكي، عم شوف في قدوم شخص كان مبتعد عنك، كان بعيد عنك، كان من الماضي، عم شوف في عودة لعلاقة سابقة، ايه، في علاقة سابقة، عم شوف في عودة لإله. اوكي، عم شوف انه الاوضاع ستتحسن، وانه ستتحسن الاوضاع. رح تفكروا انه رح تفكر بالموضوع، رح تشوف اذا رح تعطي فرصة لهذا الشخص، وعم شوف انه رح تعطيه، خاصة تقل يعني في طاقة عالية انه تعطيه فرصة، رح ترجع الامور الى مجاريها. بحس انه هذا الانسان تسبب لك كتير جرح بقلبك، وعم شوف في صلحة لهذا الشريك. اوكي، هيدا اللي بيطلع عندي يا برج، يا عزاب برج الحوت. رح ناخد نصيحة لبرج الحوت. في كتير كروت حلوة بهذه القراءات، كمان عم شوف في ايرث ماجيك، انه في تحقيق لحلم كنت عم تتمناه يا برج الحوت.
chacune. بيقول لك انه حاليا بتحس بحساسية مفرطة، انه انت سنسيتيف بهذا الوقت، والانرجي تبعك او الطاقة تبعك ومشاعرك بالاتجاه الصحيح. اوكي، بيقول لك انه ما تحاول، خاصة هذه الورقة تطلع لما كأنه نصيحة انه تبتعد عن كل الأشياء السلبية، لأنه طاقتك بهذا الوقت كتير حساس، ممكن أبسط الأشياء تجرحك بهذا الوقت. لهيك ابتعد عن كل الأشياء السلبية واهتم لنفسك. كمان بيقول لك انه اسمح لنفسك لاستقبال الطاقة، لأنه ممكن هذه الحساسية حاليا، لأنه خاصة برج الحوت إنسان حساس، لهيك عم يقول لك هذه الورقتين أنه تبتعد عن أشياء سلبية لاستقبال طاقة إيجابية جميلة جديدة رح تكون. أوكي، ممكن رجوع هذا الشخص من الماضي، رح تحاول أنه تنسى كل الأشياء السلبية وتحاول أنه تفكر بالأشياء الإيجابية، لانه عم شوف هذا الانسان حس انه حياته من غيرك ولا شيء. اوكي، لهيك هو بحاول انه يصلح الامور، عم شوف انه في تحقيق لامنيات لطالما حلمت بها يا برج الحوت. اوكي، بتمنى لكم كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لك.